نعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى من خلطه حلوه وتتبيله حلوه هي الحكايه. ادي عندي حبه جنزبيل، وهنجيب عندنا بوله فاضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الموضوع في التتبيله وفي التشريح بتاع الفراخ، الجنزبيل موجود في كل حته، نجيب بس لحظه السكينه. عفوا. الجنزبيل والثوم دول مهمين جدا جدا في اي حاجه ليها علاقه بالطيور او التتبيلات عامه. الحته نفاذه، بسم الله الرحمن الرحيم، بفرم على قد ما اقدر كده مثلا. ريحته حلوه قوي الجنزبيل ده، ومفيد جدا في كل حاجه حتى في الاكل طبعا، مش بس احنا بنشربه خلاص، لا ده هو نفسه حلو اعلى من الثوم جدا جدا وفواح قوي. نفرمه نبشره نعصه، يعني كل واحد فينا حسب انه نفسه فيه. ولكن اهو بص الفرمه عامله ازاي، فرمه كده لطيفه. تمام. واجي راح اعمل ايه، شايلهم زي ما هم كده على سن السكينه، واروح اعمل كده كده اهو، واجيب عليهم معلقه ثوم كبيره، ادي واحده ادي اتنين. تمام تمام. واجي هنا عندي كمان معلقه صغيره، وعندي معلقه كركم، على معلقه كاري، على معلقه بودره زعفران، نص معلقه بودره زعفران، على معلقه من البهارات التشكيله بتاعت الطيور اللي عندنا في البيت، ولو حبيت اضيف واجود احط حبه زعتر. هنا بقى الحكايه، خدوا بالكم ركزوا معايا ماشي الكلام. واجيب عليهم كمان سنه شطه لو حبيت، كمان سنه تبقى برده ليها طعم كويس، وبابريكا هي التبهيره بتبقى شويه كتير خدوا بالكم، والملح بتاعي معلقه ملح كده عشان اظبط اموري، وكمان حبه كزبره ناشفه، وكفايه كده. خد تاتش حبهان معلش عشان بتفرق قوي الحبهان في التتبيله دي. لحد كده احنا زي الفل، اه ان شاء الله زي الفل. وهاجي النعناع ده كمان هاخده معايا، والليمون هاخد النعناع ده، شايف النعناع، اي نعناع اي ناشف ايا كان، بس تيستو هيبقى عالي. جربوا الطريقه دي، اكيد مش طريقه المطاعم يعني، طريقه بتاعت انا بس، جربوها اكيد كلتوا اللي في المطعم، ولازم احنا كمان ناكل اللي في البيت ونعرف ونميز الطعم ده بالطعم ده. بص الليمون بعمل فيه ايه، بفرم الليمون ده مع النعناع، وانا مقفلها على نفسي من النعناعيه دي، اجيب خير ربنا كتير اهو ما شاء الله، حزمه النعناع. هو النعناع ده النهارده ارخص حاجه في الدنيا يعني، بتلاقيه في اي حته اهو. نجيب بس حبه نعناع شويه عشان بتفرق جدا، اه بتفرق جدا. الله. وبعدين النعناع ده بقى الواحد انا ما بقتش اشتريه، يعني ممكن تجيب بقى حزمه وتطلع منها واحده كده ولا بتاع بالعود بتاعها، وتروح جايب اي قصيره زرع صغيره وتحطها فيها، تلاقي في ثانيه بتنتج يعني. بص النعناع اهو غسلناه، نفرمه مع الليمون، ريحته حلوه النعناع البلدي بتاعنا ده، احلى نعناع في الدنيا هو الليمون البلدي. الاثنين دول، الليمون البلدي والنعناع البلدي والثوم البلدي، مش ما تلاقوهمش حتى في العالم، وبتصدروا خدوا بالكم من مصر يعني، مش يعني في اوروبا ده بجد يعني، انا شفتها يعني في كل حته، حاجات بتاعتنا دي بالذات. والبرتقان بتاعنا طبعا مختلف تماما عن اي برتقان تاني، اه في حاجات في كل حته كويسه، ولكن التميز قوي قوي في الحاجات دي في مصر بس، ما تلاقيهاش. الثوم البلدي، الليمون البلدي دي مفيش. انا مره في لندن والله العظيم ما هنساها، في انجلترا ثلاث ليمونات بخمسه جنيه استرليني او اربعه جنيه استرليني، احسبهم بقى بكام؟ ليمونات، الليمون البلدي بتاعنا الاخضر ده في علبه صغيره كده باربعه جنيه استرليني، ده رقم كبير جدا. احنا عندنا هنا يعني مش فارق عندنا، بس تيستو غير طبيعي، وكمان انتي فيروس يعني، هو كمان مهم جدا كمان، بس مش للاكل ده اكيد عارفين طبعا الليمون، مش هحكي عنه يعني. طيب خلاص كده تمام. خد مني دي كمان. عفوا. الزبادي، علبه زبادي اهي، ماشي الكلام ماشي الكلام. وخد مني دي كمان معلقه صلصه طماطم. هنا بقى اللعبه يا حلاوه. تمام. معلش. واللي جايه اخيره تاتش هريسه. تخيلوا معايا المنظر بقى اللي احنا عاملينه ده، كل ده بقى كله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب بقى، ولسه هديله حبه زيت، بس الاول بقى اقلب حاجتي دي كلها. شايفين الخلطه عامله ازاي؟ اكيد انا بصوا الكلام اللي بقوله ده، معلش بعض اصحاب المطاعم بيزعلوا مني، بس انا بقول لك
وبكل صراحه مفيش حد في مطعم هيرضى يعمل ده كتكلفه او كفكره او كوقفه او هيفرغ نفسه. انت هتعملي احسن منه 100 مره. المقصود ان علبه الزبادي والبهارات كلها عندك في البيت والفرخه موجوده. بس انا يمكن بشتغل بالراحه وانا بصب البهارات فبارد كتير، بس البهارات موجوده عندنا، الكركم، الكاري، التوب، البهارات، الجنزبيل، علبه الزبادي، كل الحاجات دي موجوده. طب ويا شيف المحلات بتعملش كده؟ بتعمل يا سيدي احسن مني، ولكن حضرتك هتعمليه احسن، وده هدفي. انا هدفي انا اني ما اروجش المطعم قد ما اروج لحضرتك، ما اروجش لنفسي قد ما حضرتك تعملي احسن كده. التتبيل زي الفل. تعمل ايه بقى تاني؟ حبه زيت بقى عشان حاجه تبقى طريه معايا، وحبه ليمون. فك بقى الدنيا، شوف بقى هنا بقى فكت ازاي. هنا بقى ده الملامح اهتمام بقى، الليمون جوه والزعتر والنعناع والثوم والجنزبيل، الريحه بتتكلم. انا من رايي حضراتكم لما تعملوا الخلطه دي ما تعملهاش مره وشكرا، يعني زودي الخلطه الضعف، وهاتي فرختين ثلاثه نفذي فيهم وسيبهم متبلين في اكياس بلاستيك مقفوله متشكرين، احسن وابرد بكتير ما اقعد بكل مره اعمل الحوار ده، وهستفيد بالخلطه مهمه جدا. وانا كمان هستغل دلوقتي، والخلطه اللي اللي هتفضل مني احطها في كيس بلاستيك واحطها في الفريزر. طيب كده احنا زي الفل. نرفع بقى المضرب ونخش على الفراخ. الفراخ زي ما حضراتكم شايفين فرخه ما تعملش نص كيلو، بص قد ايه حجمها صغير جدا اهي، ومتنظفه ومتشال منها السلسله القفص الصدر بتاعها بس من الخلف عشان تبقى قدامي واضحه كده. هجيب عندي السكينه برضو واجي لو انا عايز افكها كلها خليها اربع تربع ماشي، عايز كده ممكن اعمل كده واحده كده واحده كده اهو، ادي كده نصين عفوا، وادي الورك، وهاجي هنا اروح اعمل كده اهو عشان ادخل التتبيله هنا، واخدين بالكم؟ والناحيه الثانيه العكس. تاني الصدر حاجه صنفره او انضفه، اشيل منه اي حاجه مش عايزها زي ايه؟ زي كده اهو. شوف بعمل ايه، بشيل الحاجات دي كلها ملهاش لازمه، ده مش هيتاكل، بصوا هيتاكل فين؟ بالعكس هياخر تسويه. اجي هنا عند الجناح واروح اعمل كده، دي الحاجات دي مهمه بقى اهو. شوف بعمل ايه، بفتح عشان التتبيله تخش جوه كل حاجه، واجي هنا وراح مفتح كده اهو شوف، واجي في النص وراح مدي واحده كده اهو. تاني ادي الورك اهو، دي لو زياده اشيلها، بشيلها ازاي اهي ما فيهاش حاجه، اجي هنا اروح منضف حاجتي، اي حاجه عنها شايفها مش حلوه يبقى اكيد طعمها وحش. بصوا دي الحاجات دي ما عدهاش، دي الحاجات دي مهمه جدا نشتغل فيها اصلا، دي الحكايه اصلا، دي انا ممكن ما اكونش بسبب القصه دي، لازم الحاجات دي تنضف اول باول، ولازم عيني تكون فيها باين كده وكل حاجه واضحه اهو اهو. خلاص مفيش حاجه قدامي، بصوا اهو تفاصيل، معلش اخد حاجه كده قدامي لانج كده اهو، واصنفر حاجتي تاني، واجي هنا برضو شيل بقى اي حاجه بقى كده برضو على جنب، وراح اعمل كده اهو، ومن الظهر نفس الكلام اهو، عشان التتبيله تخش هنا نفس الكلام، حاجه تبقى قدام عينيا واضحه كده وكده اهو، واجي عند الجناح عشان التتبيله تخش، واروح اعمل كده. حلو الكلام، كلام زي الفل وجميل جدا والحمد لله. تاني نكمل بقيه حاجتنا، نسيب دي زي ما هي بقى. حاضر لحظه واحده، هاجي هنا كده واروح اعمل كده من النص، واجي هنا برضو واروح اعمل كده اهو، شوف بعمل ايه، واروح عاكس، وشايف اي حاجه بقى هنا مش عاجباني افورها اهو، والجلد الزياده ده انا هسيبها زي ما هي اهو، نضف حاجتي اول باول، واجي من هنا واروح اعمل كده اهو كده، عشان الفخد ياخد تتبيلته وياخد الشكل اللي عايزه اهو اهو كده. تقوم تاكل الحاجه في الاخر متظبطه ومستويه وتمام التمام. تمام تمام. هاخد بقى الكلام ده كله بعد ما خلصت يا شيف، يلا على التتبيله. اقول لك لا معلش سامحوني في اللي جاي بقى، دقيقتين بس على الحوض ونرجع تاني، مش هنخسر اي حاجه معلش مهما كان الوقت اللي نخسره، بس هناكل حاجه حلوه قوي. سميه هانم صباح الفل.
صباح الخيرات يا شيخ. اهلا بيك يا سمية، يعني ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير وصحه وسعاده يا فندم، ربنا يعينك. انا يعني قربت اجيب رغيف واغمس التتبيله قبل ما تتحط على الفراخ. بالهنا والشفا يا فندم، ربنا يخليك. بالهنا والشفا. الجمال ده. تسلمي يا فندم، كلك ذوق. انتوا الله يخليك، كل يخليك سنه وانت طيب ودايما كده ممتعنا بحاجاتك الجميله. الله يخليك يا فندم، والله كلك ذوق. شكرا لذوقك يا رب يخليك. انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضلي. انا عايزه اعمل كفته ومش عايزاها تسيب في الصينيه، يعني تبقى متماسكه كده. ايه اللي اقدر اضيفه عليها عشان تبقى ليها سبايسي حلو ومتماسكه في نفس الوقت؟ حاضر. وايه كمان يا فندم؟ بس هو ده، وكل سنه وانت طيب. طيب انا عايز بقى اخبرك بحاجه بقى حلوه. اتفضل حضرتك. حظك حلو جدا لان احنا هنعمل الكفته دي دلوقتي. لا ده انا هقعد واتفرج. يلا بينا يا فندم. حاضر. قبل ما ادخل المطبخ. اوامر يا فندم. حاضر حاضر. شكرا لحضرتك. شكرا لله يا فندم، شكرا لذوقك ومكالمتك لينا. صباح الورد. بعمل ايه بقى؟ غسله سريعه. غسله. انا منظف حكلي كل حاجه، بس برضو بص الفينش. بص حبه الميه دول ما يعني هتفرق. هتفرق. شكرا، باي باي. نقفل حنفيتنا ونرجع بقى تاني مظبطين، غاسلين، منظفين، رايقين. هنا ابدا بقى احط بقى التتبيله الحلوه دي واغمس بقى كده واسيبها بقى تعيش حياتها في قلب بعضيها. بصوا بقى المنظر، بسم الله ما شاء الله. ريحة. بص بعمل ايه بقى؟ بص تبل الحاجة كويس. بص وداخلة جواها كده. بص عشان كده قلت لك محدش في مطعم يعمل لي كده. مش ضد المطاعم، باكل في المطاعم واحب المطاعم انا، بس عشان بس نبقى واضحين. بس انا مع ست البيت، عايز حضرتك تبقى احسن مني ومن المطاعم. ما يبقاش نفسك في حاجة وما تعرفش تعمليها، وفي اماكن كتير جدا، محافظات وقرى ونجوع ومناطق ما بتعرفش اماكن المطاعم دي بسبب البعد، بعيد عنها ما يعرفهاش. فدورنا انا كعلاء في برنامج مع حضراتكم، اتشرف ان حضراتكم بتتابعوني، اني ادور وادعبس الحاجات دي واجيبها لحد البيت. ده دوري، ده شغلانتي. يعني مش حاجه بجيبها كده او بعملها اتس فاني او مجامله، لا ده شغلي ان انا اجيب الحاجات دي اللي حضراتكم بتحبوها لحد باب البيت، ولو اقدر طبعا اجيبها لكم مستويه طبعا اكيد اتشرف. هنا التتبيله دي يا فندم. حاضر. التتبيله دي لو عايز اقعدها عندي يومين ثلاثه انا ما عنديش مشاكل. بص بقى دي قرن فلفل في الاخر بقى، الحاجات دي بقى ايه اللي ما بتهزرش بقى، الحاجات دي بقى كده ده فينش هيتحط برده معاهم. شوف المنظر ده كله عندي على الشوايه. شوايه ايه يا شيف؟ الشوايه في الفرن الشبكه. وخد مني كمان دي بقى صينيه فاضيه. شايفين البطاطسايه دي؟ بطاطسايه منقوعه في حبه ميه ما فيهاش اي افتكاسه خالص. اجي انا كمان اروح اعمل ايه بقى؟ مبهرها بتبهيره حلوه، اي بهار عندي. تطلع معايا فراخ، فراخ المشويه، حبه زيت بس الاول عشان ما انساش. تطلع معايا حبه البطاطس المشويه دي مع الفراخ المشويه، يبقى الطعم كويس. شيماء هانم، حاضر. شاهيناز هانم، حاضر. الو الو الو. صباح الفل يا فندم. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا شاهيناز هانم، اخبارك انت ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير وسعاده يا فندم، الله يخليك. تسلمي. ايه؟ وحضرتك بخير وسعاده يا فندم، الله يخليك. تسلمي. انا بعزك جدا والله يا شيف، جدا جدا يعني. ربنا يديك محبه يا فندم، كلك ذوق. تسلمي. قولي بقى اتمنى اطلع معاك مسابقه من زمان والله يا فندم. اتمنى اطلع معاك اي مسابقه يا فندم. تشرفينا وتنورينا، لكن بعد رمضان ممكن؟ تمام ماشي. حاضر. نحط بسرعه عشان نرجع نقفل حاجتنا قبل ما نطلع الفصل، نكون مظبطين ان شاء الله امورنا. هاجي هنا بقى كالعاده، الفرن بتاعي سخن ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. وعشان الفرن يبقى سخن ويبقى تمام وريحته حلوه، ورقه الومنيوم كالعاده بحطها في ارضيه الفرن. واجي عندي اجيب الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا افضي التتبيله على قد ما اقدر عشان خاطر ايه؟ ما تقعدش تبوظ لي الفرن. حضراتكم شايفين؟ وامسك كده حاجتي كده اهو، واجي اروح اعمل ايه؟ بسم الله الله اكبر، تمام؟ واجي اروح اعمل ايه بقى؟ راسس بقيه الحاجات على الشبكه. على الشبكه. طب فيها مشكله لو حطيناها في الصينيه هتطبخ، مش تبقى مشويه، هتبقى حاجه تانية، تبقى دخلت في مرحله تانية خالص من التسويات. اهي كده بص التتبيله من جوه عامله ازاي. شوف الفراخ وش وظهر، جنزبيل وتوم وليمون وخل، دلعه. واجي هنا عندي قرن فلفل برضو ينزل معاهم. الحاجات دي كلها تديني تيست حلو جدا جدا جدا، بس في النهايه ان شاء الله. حاضر. لحظه واحده بس عليا نقفل التنين، معلش. والليمون ده زي ما هو، ده كمان كل شويه هاجي اسقسق بفرشه عشان اعلي التست بتاعي والحاجه تبقى برده محافظه على طعمها. هنقفل الفرن
الفراخ شغاله. تعالوا نبص عليها بصه سريعا قبل ما نخش على بعضه. بحب اراجع، يعني بحب اراجع مع حضراتكم عشان انا ابقى قاعد في البيت، انا كمان شخصيك علاء يعني، واي حد بيقدم حاجه في التلفزيون قدامي اي محتوى بحب اني يرجع لي عليه عشان افهم. بس ممكن يكون لسه فاتح دلوقتي، ممكن يكون عدى نص كلامه، بحب بس اوضح الامور بالتفاصيل. اتفضلوا، هنا الفراخ بسم الله ما شاء الله شغاله، وزي ما قلت لحضراتكم التتبيله ما اترمتش، الباقي منها في نفس البوله، وابدا كل شويه اعدي بقى واسقسق الامور واطعم الدنيا، حتى لو متبلها بقالي شويه، حتى لو متبلها بقالي شويه مش هتخسر حاجه اهو. وفاكرين ورقه الالومنيوم اللي كنت بقول لكم عليها دي وظيفتها ايه؟ خلتني بقى الدنيا تمام، اجي في نهايه الطبخه ارميها ومتشكرين. ناخد ترشونه لطيفه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اكفنا شر النار، اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. يلا بينا اهو، انا جاي لحد عندكم اهو. شوف المنظر عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، مفيش كلام. بس انا اسف قبل ما نكمل تصوير لحظه بس في الفرن معايا، عشان زي ما كنت بقول لكم على موضوع الفرن مهم جدا 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 ناخد بالنا من نظافته. فبعمل ايه؟ معلش، الحاجات دي مهمه احسن من الطبخ بالنسبه لي. فاكرين الورقه دي؟ لو انا ما حطيتش ورقه الالومنيوم دي هيطلع معايا المنظر ده في الفرن. فاحنا عملنا ايه؟ نفس اللي عملناه. شكرا، دي زيت كده، متشكرين. سخنه طبعا جدا، بس انا بس بحب اوضح الامور. بص ورقه الالومنيوم خلاص دي زباله، متشكرين. وبكده اهو شكرا اهو، كان سخنه جدا كده، اصبح الصينيه عندك في البيت ايه؟ زي ما هي، او الفرن عندك في البيت ايه؟ زي ما هو. نرجع للفراخ. الفراخ بقى هي بتتكلم عن نفسها الصراحه، والقرن الفلفل اللي حطيناه مع حضراتكم الامور واضحه. في حاجات كده الواحد لو اتكلم عنها كتير ممكن يعني ايه لا هي كده لوحدها من غير ما نتكلم عنها بصراحه هي تتاكل ومستويه مظبوطه. هنشوف، شوف منظر الفرخه عامله ازاي، شوف التسويه كده اهو على طول. في اول حاجه نحطها في الطبق ده كده قرن الفلفل الشياكه ده كده، شايفين الصدر لوحده؟ بص الجوس جوه عامل ازاي، شايفين؟ شوف مستويه لدرجه ان هي جوسي. يعني ايه جوسي؟ يعني مش ناشفه مش مقرحفه. بص المنظر، لو قطعتها كاني مقطع شاورما. بصوا اهو، شوف المنظر، شوف انا بتكلم في ايه. تسويه حضرتك في البيت اهو، عشان كده كنت بتكلم وبقلب جامد قوي، لان عارف ذوق حضراتكم. احنا جامدين في بيتنا قوي قوي قوي. هتقول لي بقى شيف علاء لا ده مطعم الفلاني، حضرتك اجمد من الناس دي كلها. جايب الثقه دي منين؟ من ربنا طبعا، ثم حضراتكم احنا بنعمل كل حاجه يعني من قبل ما يكون في مطاعم ولا شيفات، يعني حكايه بسيطه. بص الوراك عامل ازاي اهو اهو، تمام اهو. طبق يعني بالهنا والشفا لحضراتكم، يطلع على طول على المائده زي ما هو، مش محتاج مني غير بس يعني. شوف بقى معلش كنت شاوي كده ايه قرن فلفل مشوي موجود جنبي يلمع لي وينور لي الطبق بتاعي اهو، جه وقته اهو كده. الحاجات دي بتبقى لطيفه. ادي فرخه حضرتك تعملها في البيت بمنتهى البساطه، وحبه الرز دي اكله انا ما بطلبش ابدا من حضراتكم تعملوا الاكل ده كله في نفس اليوم. يعني الكفته والمكرونه بالنسبه لي يوم يوم لوحدهم، الفراخ والرز يوم واحد لوحده،